عايزين نقارن في الفيديو ده مع بعض بين الهيبرين واللو موليكولار ويت هيبرين. بس قبل ما نبدأ المقارنة عايزك تعرف ان الاسم التاني للهيبرين الهاي موليكولار ويت هيبرين او الانفراكشنيتد هيبرين. حلو حلو. طب مين بقى هم، مين هم اللو موليكولار ويت هيبرين؟ دول دوايين اخرهم بارين، انوكسا بارين ودالتي بارين، دول اللو موليكولار ويت هيبرين. طيب اول حاجه بنسالها هنا، ايه مميزات اللو مولوكولار ويت هيبرين، او ليه اللو مولوكولار ويت هيبرين احسن من الهاي مولوكولار ويت هيبرين؟ علشان اتنين لس واتنين بيتر، اتنين لس وايه واتنين بيتر، علشان اللو مولوكولار ويت هيبرين لس سايد افكت وليس نيد فور مونيتورنج. لو تفتكر معايا ان الهاي مولوكولار ويت هيبرين او الهيبرين اللي احنا شرحناه كنت بحتاج اعمل له كنترول للدوز بالاي بي تي تي والكو اجوليشن تايم، اما هنا ما بحتاجش اعمل الكلام ده. بعد كده عندي اتنين بيتر اللي هو بيتر بايو افيلابيليتي وبيتر ديوريشن. يعني بيتر ديوريشن يعني باخده مره واحده في اليوم، وفي الاخر هما الاتنين ايكوال افيكاسي. يبقى ده لو سألك ايه مميزات اللو مولوكولار ويت هيبرين، او ليه اللو مولوكولار ويت هيبرين احسن من الهاي مولوكولار ويت. طيب لو تفتكروا واحنا بنشرح الميكانيزم اوف اكشن، عرفنا ان الهيبرين بيمنع لي فاكتور 2 و9 و10، اما اللو مولوكولار ويت هيبرين بيمنع لي فاكتور 10 اونلي، سيلكتيف فاكتور 10 انهيبيتور. حلو حلو. بالمره كده تعالوا نعرف مع بعض مين هم السيلكتيف فاكتور 10 انهيبيتور. تمام، سؤال تجميع، مين هم السيلكتيف فاكتور 10 انهيبيتور؟ اول حاجه زي ما عرفنا اللو مولكولار ويت هيبرين، 2 الفوندا بارينكس، 3 الريفا روكسيبان. الريفا ايه؟ الريفا روكسيبان. وعايزك تعرف معايا ان الريفا روكسيبان ده اول دواء اورال يبقى سيلكتيف فاكتور 10 انهيبيتور. مين هو؟ هو الريفا روكسيبان. وعشان تحفظ او تفتكر ان هو اورال، ريفا تفكرني بريفو اللي هو دواء الريفو اللي بيتاخد اورال. حلو حلو. عايزك تعرف معايا في الفوندا بارينكس اللي هو ما بيعملش اتش اي تي، عشان كده استخدمته في الهيبرين انديوست ثرومبو سايتوبينيا، برضو الكلام ده في الفيديو اللي فات. من ضمن المقارنات بين الهاي مولوكولار ويت هيبرين واللو مولوكولار ويت هيبرين، ان انا قلت لك في الهيبرين بحتاج اعمل مونيتورنج، اما في اللو مولوكولار ويت هيبرين ما بحتاجش اعمل